سري لي هذا ما أثناء تواجدنا أمام البتول اللي عم نتبضع للمنزل، أول قذيفة أجت على عرباية الفول، راح فيها أربع متصاوبين أسعفناهم عن النهضة. القذيفة الثانية تصاوب فيها أربعة كمان، مدري خمسة بس اللي بعرفهم أنا أربعة ناس أسعفت عن النهضة وناس أسعفت على الزعيم. مرة وبنتها اللي استشهدوا، وهلأ في شخص بالعمليات بحالة خطيرة، وضع مانو مستقر بنوب بحمص.